الفيتامينز. سامحوني على الخط، انا مش عارفة اتمكن شوية عشان ماسكة الكاميرا. الفيتامينز، قبل ما انا اتكلم على كل فيتامين واتكلم على التقيل دلوقتي، انا محتاجة ان انا اعرف كم مصطلح. عايزة اعرف التعريف بتاع الفيتامين ايه، عايزة اعرف كلمة برو فيتامين يعني ايه، وعايزة اعرف يعني ايه كلمة فيتامين. وبما انك انتوا اسئلتكم، او يعني بما ان خلاص الاسئلة بقت شورت نوت، فانت اتوقع جدا ان يجيلك تعريف من دول. وعايزة اعرف ايه هي الكلاسيفيكيشن بتاعت الفيتامينز. الفيتامين طبعا انت لو قريت التعريف هتعرفه لوحدك، هو organic compound needed in small amounts, they are essential for life but. يعني انا علشان احفظ التعريف ده فانا هركبها في مخي ان هي 3 كلمات. الكلمة الاولى المهمة جدا انك انت تكتبها هي كلمة organic. الكلمة التانية هي كلمة small. الكلمة التالتة هي كلمة essential but. وبالتالي هي organic compound، دي حاجة معروفة احنا بنحتاجها بسمول amount. ايه ده؟ ده معناها ان انت لو اخدتها بكمية كبيرة فده حاجة وحشة؟ وهناخده حالا. هو essential for life، دي هي مهمة في حياتك، لكن هي ما بتدخلش في صناعة الستركتشر بتاعت التيشو، ولا هي مهمة في الانرجي برودكشن. يعني ايه كلمة انرجي برودكشن؟ ده اللي احنا هنفهمه في الشباتر اللي جاية في الكربوهيدرات والليبد، انك انت الحاجات دي بتديك طاقة. الفيتامين انت لو اخدتها مش معناها انك انت هتجري بسرعة فبالتالي انت كده جامد جدا، لا. يبقى لو جالي تعريف الفيتامين انا اعرف ان انا هتكلم عن 3 مصطلحات او 3 كلمات، وبعد كده اركب جملة زي ما انا عايزة. يعني ايه كلمة برو فيتامين؟ كلمة برو طبعا احنا عارفينها، يعني معناها ان هي بريكوشر. فعلا هي البريكوشر بتاعة الفيتامين. يعني ايه المادة اللي انت بتاكلها فبتتحول لفيتامين، وده اللي احنا هنتكلم عليه وده اللي احنا هناخده حالا، تمام؟ طب زي ايه؟ زي مثلا يقول لك كل جزر علشان الجزر فيه فيتامين A، وده هنتكلم عليه حالا. يبقى هو البريكوشر فيتامين which are converted to vitamins in the body، مفهوش اختراع. طب يعني ايه كلمة فيتامين؟ يعني انت عندك فيتامين ليه كذا شكل. يعني انا مثلا عندي فيتامين A، في حاجة اسمها فيتامين A1، وفي حاجة اسمها فيتامين A2. انا عندي الفيتامين D، في حاجة اسمها D2، في حاجة اسمها D3. يعني معناها انك انت عندك كذا صورة للفيتامين، وكل حاجة وليها ميزتها وليها الوظيفة بتاعتها. طيب الكلاسيفيكيشن بتاعتي انا، والله عندي 2 في 2، انا هتكلم عن حاجتين، والحاجتين دولت اللي هما عبارة ان هي فات سوليبل وعندي الووتر سوليبل. هتكلم عن حاجتين، هتكلم فور اكزامبل وهتكلم على الصفات بتاعتها، تمام. فور اكزامبل، يبقى انا عندي الفات سيلبل هي كلمة ايدك، وعندي الووتر هي كلمة بس. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا عندي ايدك هي فيتامين ايه، الياء هي عبارة انها فيتامين اي، الدال عبارة انها فيتامين دي، الكي هي عبارة انها فيتامين كي، الكاف قصدي. وبالتالي انت ده مش هتنساها مهما كبرت، انك انت عندك الفات سيلبل معناها انها ايدك. طب بس يعني معناها ان هو فيتامين بي، يعني معناها ان هو فيتامين سي. طيب ليه ده اسمه فات سيلبل وده اسمه ووتر سيلبل، وايه الفرق ما بينهم؟ ده اللي احنا هنتكلم عليه في الصفات، تمام. طيب ايه هي الصفات بتاعت النوعين بتاعت الفيتامين؟ لما اجي اتكلم على الصفات فانا هسكمها بالتسكيمة دي، انا عندي 3 اس. اول حاجة السوليوبيليتي، انا عندي الاستابيليتي، وعندي الستورج، وعندي ان الدهون، ان عندي الفيتامين لما بيدخل الجسم محتاج ابسوربشن. طب لما بيحصل له ابسوربشن، هل هو
والله مركب خفيف كده يقدر ان هو يدوب في الدم، ولا هل هو محتاج كارير بروتين؟ طب والله بعد ما خلص مهمته لما يجي يطلع هيحصل له اكسيرشن، ولا هيجمع كتير في جسمي لان انا واخد كمية كبيرة، فيحصل له حاجة اسمها الهايبر فيتامينوسز او بسميها التوكسيستي. تمام، يبقى انا عندي نوعين، عندي ايدك اللي هي الفيتامين سوليوبيليتي، وعندي بس اللي هي سوري الفات سوليوبيليتي، وبس اللي هي الووتر سوليوبيليتي. يبقى خلاص انا عارف السوليوبيليتي هنا ايه، وعارف بس السوليوبيليتي هنا ايه. استابيليتي يعني معناها ان هو بيستحمل الحرارة وبيستحمل اللايت ولا لا. طب خلاص انا ممكن اقول ان بما ان ايدك دول ناس كتير يعني فيتامينز كتير، يبقى والله هما هيستحملوا استابيليتي، اما بس مش هيستحملوا. خلاص يبقى احنا هنسكمها بالطريقة دي. ستورج والله نفس الكلام، انا ممكن هنا يحصل له ستورج ان هما كتير، لكن بس ده انت 2 فيتامين فمش هنستحمل، مش هيحصل لك ستورج. لكن هنا في اكسبشن، لحظة، ان فيتامين بي 12 جه قال لي طب ما انا عددي كبير اهو، ده انا 12 ممكن تعمل لي ستورج، اقول له ماشي هعمل لك ستورج. تمام، يبقى احنا هنحفظها بالطريقة دي. ابسوربشن والله يعني دي مش محتاجة حفظ او مش محتاجة تفكير، هو الفات بيحصل له ابسوربشن بسهولة؟ لا، وبالتالي هو محتاج بايل سولت. طيب بس بيحصل له ابسوربشن بسهولة؟ وبالتالي هو سيمبل. الكارير بروتين، هل الحاجات اللي هي فات سيلبل بتدوب في الدم؟ لا، وبالتالي هي محتاجة كارير بروتين. سوري يبقى هي محتاجة كارير بروتين. طيب بس اللي هي الحاجات الووتر سيلبل، ووتر سيلبل يعني بيدوب في الدم، تمام، يبقى هو مش محتاج، معلش انا لخبطت. يبقى كارير بروتين يعني معناها المركب هل هو محتاج كارير بروتين علشان مش قادر يدوب في الدم ولا لا. خلاص كده. طيب لما اجي اقول لك الفات بيطلع من جسمي ازاي، طب هو فات ما بيدوبش في المية اصلا، فطبيعي ان انا الاقيه بيطلع في الاستول. طب اللي بيدوب في المية هلاقيه بيطلع في اليورين. خلاص كده تمام. حلو، الهايبر فيتامينوزز انا هلاقي ان انا ممكن ايدك اللي هما الفات سيلبل ممكن ان هما لو انت اخدت كمية كبيرة منها يحصل لك توكسيستي، وهنتكلم عليها شكلها عامل ازاي دلوقتي. لكن بس اللي هو ووتر سيلبل لو انت اخدت كمية برضو مش هيحصل لك حاجة، ما عدا فيتامين بي كومبلكس. تمام، يعني فيتامين بي كومبلكس مش هيحصل لك فيه هايبر فيتامينوسس. تمام، لكن الفيتامين سي هيحصل لك فيه هايبر فيتامينوسس. الكلام ده كله او الجدول ده كله هي عبارة انها تجميع، فانت لو ذاكرته بعد ما خلصت الفيتامينز هتلاقي الموضوع سهل جدا، لكن انت عايز تذاكره في البداية فانت ممكن تسكم نفسك التسكيمة ديت. وطبعا كل حاجة هتجاوب عليها بالتفكير، يعني انت هتحفظ الايتيمز دي تمام، واحنا عرفنا هنحفظها بالطريقة ازاي، خلاص يبقى انت هتقدر تملي الجدول بالظبط. تعالوا بقى نتكلم على اول فيتامين، وهو عبارة ان هو فيتامين ايه. فيتامين ايه انا عندي حاجة هنتكلم عليها، هو البرو فيتامين بتاعه، يعني ايه هي الاكلة او المادة اللي انا هاكلها فتتحول لفيتامين ايه. هتكلم على الستركتشر بتاعه. احب اقول لكم انك انتوا تشال من عندكم يعني حاجة محترمة من الستركتشر فعلا، لو كانت معاكم هتبقى كبير عليكم. تمام، بعد كده هتكلم على السورس، ودي حاجة سهلة جدا. بعد كده انا هتكلم الفانكشن بتاعة الفيتامين دي. بعد كده هتكلم زيادته هيعمل ايه، نقصانه هيعمل ايه. تمام كده. طيب تعالوا ناخد بقى نقطة نقطة ونشوف الموضوع بيقول ايه. اول حاجة البرو فيتامين. طيب اسمحوا لي الاول نبدأ بالسورس، اكل ايه فيديني فيتامين ايه. والله دي حاجة احنا عارفينها ونحن صغيرين، هو الجزر، بس احنا هنقسمها لحاجتين، هتكلم على البلانت سورس وهتكلم على الانيمال سورس. فالبلانت سورس لازم انك انت تعرف انك انت بتاكل المواد اللي فيها مادة اسمها كاروتين.
طيب وايه هي الكاروتين دي؟ الكاروتين ديت هي عبارة انها المادة اللي بتدي لون. يبقى حضرتك لو اكلت الخضار والفواكه اللي فيهم لون، لون البرتقاني او اللون الاحمر، يبقى انت كده اكلت مادة الكاروتين اللي بتديني فيتامين ايه. طيب زي ايه؟ زي والله البوتيتو، زي الكاروتس اللي هو الجزر، او كمان زي الطماطم. طب الانيمال سورس زي ايه؟ والله زي الليفر وزي الميلك وزي الفيش. يبقى السورس سهل جدا ومفهوش اختراع، بس المهم دلوقتي عندي هو البرو فيتامين. طيب انا لسه كاتباه اهو، هو الكاروتين. انا عندي الكاروتين هو عبارة ان هو البرو فيتامين بتاعة الفيتامين ايه. لما انت تاكل كاروتين هيتحول لفيتامين ايه. طيب الحياة بالسهولة دي؟ يعني كاروتين بتدي لي فيتامين ايه؟ لا، انا عندي ثلاث اشكال من الكاروتين، ثلاثة اشكال على حسب الستراكشر بتاعها. عندي الفا كاروتين، عندي بيتا، وعندي كمان جاما. حلو كده؟ طيب ليه الفا، ليه بيتا، ليه جاما؟ علشان الكونتنت بتاع الستراكشر بتاعتها مختلفة. فالفا في حاجة اسمها بيتا ايون رينج، وحاجة اسمها الفا ايون رينج. بيتا والله فيها اتنين بيتا ايون رينج. جاما انا عندي حاجة اسمها بيتا ايون رينج، وعندي حاجة اسمها السودو ايون رينج. خلاص كده؟ يبقى احنا دلوقتي فهمنا، انا عندي مادة اسمها كاروتين هي البرو فيتامين بتاعة فيتامين ايه، فيها تلات اشكال، وكل شكل موجودة في اكلة معينة. طيب انا ايه اللي يهمني دلوقتي؟ انا اللي يهمني ان انا اعرف الاستراكشر بتاعه الايون ديت ايه، وازاي الكاروتين اتحول بيديني فيتامين ايه، وازاي ديت اتلغت من عليكم. بس انا هقولها لكم علشان هتوضح لنا مصطلحات كتير جدا. تمام كده؟ طيب بس انا قبل ما ابدا انا عايزه اوضح حاجه. انا عندي الفيتامين ايه، ماشي كده، هو بيتكون، يعني الفيتامين ايه بيحتاج بيتا ايون رينج واحده. تمام كده؟ يعني معناها مين من التلاتة دولت اللي مليانه فيتامين ايه، اللي ممكن تدخل جسم تديني فيتامين ايه كتير؟ طبعا هي البيتا، لان البيتا كاروتين فيها اتنين بيتا ايون، وكل بيتا ايون بتديني واحده فيتامين ايه. تمام؟ طيب تعالوا نوضح الاستراكشر بتاعه البيتا ايون، وازاي البيتا ايون الواحده بتديني فيتامين ايه، وبالتالي البيتا كاروتين هي اهم واحده عندي. تمام؟ احنا اتفقنا ان انا عندي حاجه اسمها كاروتين هي البرو فيتامين، واتفقنا ان انا عندي الفيتامين ايه الواحد محتاج واحد من بيتا ايون رينج، وبالتالي البيتا كاروتين هي بتدي لي 2 من الفيتامين ايه، وبالتالي انا عندي البيتا كاروتين هي اقوى واحدة من التلات اشكال بتديني فيتامين ايه عالي، لان هي بتديلي 2 بدل واحدة. طيب ده سطر انتوا هتشوفوه عندكم في الكتاب. في كمان سطر عندكم مبهم كده شوية، بيقولك انك انت عندك البيتا كاروتين هو عبارة ان هو 2 رينج من بيتا ايون رينج. تمام؟ وان هم مرتبطين ببعض عن طريق 18 كربون اتومز، وان فيتامين ايه محتاجة بس بيتا ايون واحدة مرتبطة بتمانية رينج، تسعة رينج سوري. يعني ايه الكلام ده وانت عايز ايه وانا مش فاهمة حاجة؟ تمام، احنا لحد دلوقتي فاهمين يعني ايه كلمة كاروتين، وفهمنا ازاي هو بيدينا اتنين فيتامين ايه. الاستراكشر اللي انا هرسمه حالا انت مش مطالب بيه تماما، انت مش مطالب غير بالنتيجة النهائية، بس انا هرسمه لكم عشان تفهموه. تمام كده؟ انا عندي حاجة اسمها اللي هي بيتا ايون رينج. بيتا ايون رينج بتتكتب ازاي؟ بتترسم بالطريقة دي. خلاص؟ ده ايه؟ ده بيتا ايون رينج. واحنا اتفقنا ان البيتا كاروتين هو فيه 2 ايون رينج. هو انا رسمه من ورا الورقه فمعلش طابع شويه. ادي الثانيه. تمام؟
يعني يا رب الورقة تكفي، لان حاسة ان انا كبرت خطي شوية. دي برضو بيتا ايون لينك، هي نفسها بس انا مش هقلبها دي مش هقلبها دي عشان نقدر نربطهم ببعض. طب تعالوا كده نرقمهم، 1 2 3 4 5 و6، ماشي؟ يعني ايه مرتبطين ببعض ب 18 كربون؟ يعني حضرتك انت عندك في البيتا كاروتين البيتا رينج والبيتا رينج مش مرتبطين ببعض، لا دول ما بينهم اروماتيك تشين، والاروماتيك تشين مرتبطين ببعض عن طريق كام؟ عن طريق 18 كربونة. فاحنا هنرسم 9، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، تمام؟ اهو الاستراكشر ده كان موجود في الكتاب القديم لكن انتوا اتحذف من عندكم. ده شكل البيتا، ده شكل البيتا كاروتين. لو انت جيت تعد هتلاقي ان هما 18 كربونة مرتبطين ببعض. طبعا انا مش راسمه الاستراكشر كله، انا راسمه بس الايه من فوق، لكن هو اروماتيك تشين، تمام؟ زي حلقة الايه الاروماتيك كده، تمام؟ طيب ده اسمه البيتا كاروتين. تعالوا نشوف ازاي البيتا كاروتين بيوصل علشان يديني فيتامين اي. انت مش معاك الخطوات لكن انا هقولها لكم، يعني سألته في الشفوي تبقى عارفها عشان تبقى كويس، براحتك انا هقولها لكم علشان احنا هنستفيد دلوقتي بالمصطلحات اللي انا هقولها دلوقتي. احنا قلنا ان هي فات سولوبل وبالتالي هي محتاجة بايل سولد علشان تدوب، وبنحتاج كمان فيها اكسجين. الاكسجين عشان يقدر ان هو يدخل التشين ديت محتاج انزيم اسمه بيتا كاروتين داي اوكسجينيز انزيم، عايز تبقى جامد جدا اسمه 1515 داي اوكسجينيز انزيم عشان في الكربون رقم 15، تمام؟ عايز تحفظها كده بس، تمام. اللي بيحصل، اللي بيحصل ان احنا بنيجي في النص وبنكسرها عشان نحط الاكسجين بالانزيم ده. طب تعالوا نعد كده، ممكن اقول مثلا ايه ان هي بتكون هنا 1 2 3 4 5، واحد اتنين تلاتة اربعة ونص، يعني دي حاجة بينا وبين بعض احنا بنعدها عشان نعرف ان هي جت في النص بالظبط. هينتج منها ايه؟ هينتج منها، انا بقى مش هرسم كل ده، انا هرسم بس الحتة الاخيرة دي، تمام؟ هينتج منها كده، خلاص. هي كانت اخرها، معلش الكاميرا مكانتش جايباها، هي كانت اخرها كربونة صح وهيدروجين، وكانت فيها هيدروجين كمان، احنا حطينا فيها اكسجين وبالتالي هتبقى شكلها كده، يبقى دي هيبقى شكلها كده، وطبعا تكملة الايه السلسلة برضو اللي فوق هتبقى شكلها كده، وبرضو هنكمل السلسلة. الشكل اللي قدامنا ده هو ده اسمه ايه؟ هو ده فيتامين ايه. يبقى احنا فهمنا ازاي البيتا كاروتين ادت لي فيتامين ايه. بس ثواني ثواني، في حاجه كده انا خدت بالي منها، احنا عندنا مجموعه الدهايد في الاخر صح كده؟ اه، يبقى انا بسميها ريتينال فيتامين ايه. الاسم مش عاجبك، اسمها ريتينال دهايد ريتينال داي. طب انت ليه بتوجعي دماغي بكل ده؟ الاستراكشر مش معانا، انا بوجع دماغك عشان الحته دي، علشان تعرف ان البيتا كاروتين لما احنا بنكسرها بتدي لي حاجه اسمها ريتينال دهايد، اتنين بقى، واحده اهي وواحده اهي. ومن هنا يجي حاجه مهمه جدا لازم انكم انتوا تعرفوها. ايه الحاجه المهمه اللي انا اعرفها؟ ان انا عندي حاجه اسمها الفيتامين ايه ليه 3 صور. الصورة الأولى اسمها ريتينالدهايد،
الصورة التانية اسمها ريتينول، الصورة التالتة اسمها ريتينويك أسيد. طب ايه الفرق بين كل الكلام ده؟ والله من اسمها ريتينالدهايد زي ما احنا لسه رسمينها حالا، يعني هي فيها ايه؟ فيها الدهايد جروب، يعني فيها سي اتش او. ريتينول فيها ايه؟ والله فيها سي او اتش، سوري، فيها سي اتش 2 او، يعني فيها الكحول. ريتينويك اسيد يعني فيها كاركسيل جروب، تمام كده. طيب ليه ربنا خلق ثلاث اشكال من الفيتامين ايه؟ علشان كل واحدة ليها وظيفة، يعني مش الفيتامين ايه شكل واحد فليه وظيفة واحدة. فالريتينالدهايد مثلا في الريبرودكشن سيستم، انا عندي بتستعملها سبيرم والاوفا، عفوا الريتينول هي اللي بتكون في الريبرودكشن سيستم، لكن الريتينالدهايد دي بنستخدمها في الفيجن. الريتينويك اسيد ديت بنستخدمها في السيل جروث ديفرنشيشن، ودي بتبقى في الاميونيتي سيستم. فاحنا عندنا ثلاث اشكال. يبقى انا لو اتذكرت لي في الكتاب كلمه ريتينالدهايد يبقى انا فهمت، او ريتينال او ريتينوي او ريتينول او ريتينويك اسيد. طب ازاي الريتينال هتتحول لريتينول؟ تمام، هتتحول ازاي؟ هي مش معاكم، بس هتتحول ازاي؟ ها، ازاي سي اتش او اللي هي ديت احنا هنحولها سي اتش 2 او اتش، ان احنا هنديلها ايه؟ 2 هيدروجين، تمام كده. ازاي هنديلها 2 هيدروجين؟ هي انا كنت يعني مفكره ان هي معاكم، بس لما شفت كتابكم الجديد لقيتها مش معاكم. فخلاص انت تعرف ان هي ليها اشكال وده مهم، تمام. تتسأل بقى فيها في الشفوي ام اس كيو، انت تعرف. خلاص يبقى احنا عندنا ثلاث اشكال وكل شكل ليها وظيفه معينه، تمام.